ملفات بوليسية. القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. لما تأخر أحمد في الوصول اتصل به شقيقه على رقمه الهاتفي، ولكنه لم يتلقى ردا. عاود الاتصال بلا جدوى وقد أقلقه ذلك. المسافة بين حي الهدى وكلية العلوم في أكادير ليست بالبعيدة، ثم إن أحمد كان يملك دراجة نارية تقرب له المسافات. كان ذاك المساء 26 من أبريل من العام 2008 على موعد في منزل عبد المولى القريب من كلية العلوم. قرر أن يبحث في شأن ما ورثاه عن والدهما الطاهر الكريمي ووالدتهما فطومة، علهما يتوصلان إلى اتفاق ينهي خلافاتهما. أحمد هو الابن الأصغر للمرحوم الطاهر الذي خلف أيضا 3 بنات. كان عبد المولى يرى أن الورثة تأخروا في اقتسام الإرث، وأن كل تأخير جديد من شأنه أن يولد صراعات ومنازعات جديدة ويزيد الأمور تعقيدا. لذلك قرر اللقاء مساء 26 من أبريل لإنهاء هذا الموضوع. قد أبلغه أن شقيقاتهما متفقات على مباشرة القسمة، وأنه بعد انقضاء 3 أعوام على رحيل والدتهم لم يعد هناك ما يبرر التأخير في تصفية الإرث. لم يعترض أحمد ولم يرصد عبد المولى في آخر لقاء بينهما ما يوحي بأنه يريد إرجاء القسمة. عاود الاتصال مرة أخرى ولكنه لم يتلقى أي جواب. استسلم في النهاية. كانت الساعة تشير إلى 10:30 ليلا، ولم يعد هناك من مجال لانتظار ذاك الذي لن يأتي فيما يبدو. ولما آوى إلى فراشه ظل السؤال يلح عليه، لماذا لم يأتي أحمد؟ هل وقع له مكروه؟ هل هي زوجته التي حالت بينه والمجيء؟ أسئلة كثيرة. قرر أن يذهب في الصباح إلى حي الهدى لعله يحصل على ما يشفي الغليل ويجيب عن تلك الأسئلة التي حالت بينه والنوم. في الصباح وكان يوم أحد، قرر أن يعرج على بيت أخيه قبل الذهاب إلى السوق. كان أحمد يسكن منزلا في شارع تزنخت. طرق الباب مرات متتالية، لم يجيبه أحد. أخرج من جيبه هاتفه المحمول وحاول الاتصال به، ولكن هاتفه أصبح مغلقا. ما يقلق عبد المولى أن الدراجة النارية لأخيه كانت موجودة في مدخل المنزل ولم يفك قفلها، ولما يأس من تلقي الرد خرج. مرت 3 أيام لم يظهر أحمد. سأل عنه بعض أصدقائه ولكنهم أجمعوا على أنهم لم يروه منذ 3 أو 4 أيام. حار عبد المولى وازدادت حيرته أن زوجة أخيه لمياء لم يظهر لها أثر هي الأخرى، فقد سأل عنها عند أهلها ولكنهم أكدوا أنها لم تزرهم منذ أسبوع. لم يكن يعلم لشقيقه مشروع سفر. كانت قد انقضت 10 أيام لما جاء أحد جيران أخيه يبلغه بأن رائحة كريهة بدأت تنبعث من شقته. ولما لم يعد له من سبيل آخر توجه عبد المولى إلى مفوضية الشرطة التي يتبع لها سكن شقيقه، وأبلغ عن غيابه وبما علمه من أحد الجيران. لما تنقل مفتش شرطة إلى الشقة اكتشفت بالداخل جثة في حالة تحلل متقدمة. كانت جثة رجل، وقد تبين أنها جثة أحمد الكريمي. لم تكن على الباب آثار كسر، ولم يلاحظ في الشقة ما يفيد بوقوع أعمال عنف. بدأ أن الرجل وقع على وجهه وظل حيث وقع، ولكن الذي شغل بال المحققين اختفاء لمياء زوجة الهالك. لم يعثر لها على أثر، ولم تأتي التحريات التي شملت عائلتها بأي نتيجة. ومع توسيع دائرة البحث استمع المحققون إلى حارس السيارات الليلي الذي أكد أنه رأى امرأة يرافقها رجل تغادر المنزل في حدود 9 من مساء 26 من أبريل. كانت معتدلة القامة وترتدي بذلة داكنة اللون، بينما كان الذي معها قوي البنية ويرتدي لباسا رياضيا.
كان عبد المولى الكريمي يعلم أن لزوجة أخيه أختا من أمها تسكن في مراكش، فكر في ملاحقتها، قرر أن يتحرك منفردا، وكذلك فعل بعد أن شيع شقيقه إلى مثواه الأخير. لم يكن يعرف على وجه التحديد عنوان شقيقة لمياء، ما يذكره أنها تسكن في حي المسار على طريق آسفي، اسمها عزيزة، لم تكن لديه معلومات أخرى. كان قد انقضى نحو شهر على دفن شقيقه أحمد لما سافر إلى مراكش، قرر البحث عنها في كل مكان. هو يذكر أنه سمعها يوما تقول إن عزيزة تسكن غير بعيد عن سوق الجملة للخضر. بالنسبة إليه كما بالنسبة للمحققين الذين تولوا هذا الملف، فإن الشكوك تبقى قائمة حول لمياء وذاك الذي كان معها. الذي كان معها شخص ينبغي العثور له على ملامح وهوية. كانت لمياء ربة بيت، لم يكن لها عمل، ولذلك كانت قليلة علاقاتها إلا ما كان من ماض سبق زواجها من أحمد. الأيام الثلاثة الأولى التي أمضاها في مراكش لم تثمر شيئا، لم يصادفها في الشارع ولم يهتدي إلى تحديد عنوان عزيزي. في يونيو تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع في مراكش، ومع توالي الأيام الجميلة تنشط أكثر ساحة جامع الفنا. مراكشيون ووافدون يتقاطرون عصرا على الساحة، ظن أنه قد يصادفها هناك. هو يعلم أن مهمته لن تكون سهلة. البحث عن لمياء في ساحة جامع الفنا يقتضي التجول في الساحة بلا توقف أو الوقوف عند مدخلها. تردد عليها يومين، ثم عصر اليوم الثالث بينما كان يتناول كأسا من عصير الليمون تراءت له صدفة. كانت تشتري فواكه جافة، ثم رأت كان عليه أن يتخطى صفا كاملا من عربات باعة عصير الليمون كي يبلغها. لما تحرك من مكانه كانت قد اختفت وسط الزحام. لم ير معها أحدا، كذلك كان يظن. أمضى بقية المساء يطوف في الساحة ولكنها اختفت، أيقن الآن أنها في مراكش. لما أعياه التجول في ساحة جامع الفنا غادر، كان فاقدا كل أمل في العثور عليها. توقف قليلا في حديقة الكتبية ثم تقدم في شارع محمد الخامس. لما عاد إلى النزل الذي يقيم فيه أغرق في التفكير. أن تهرب بعدما رأته فذاك يعني ما يعنيه. مر يومان آخران بلا جديد، ثم خطر بباله أن يعود إلى حي المسار. قصد سوق الجملة للخضر، كان هناك في حدود التاسعة صباحا. المكان غاص بالمتسوقين، والمعروض من البضائع يغري بالتسوق. كان يتفحص الوجوه، يحاول ألا يثير الانتباه، ثم وقع نظره على وجه خيل إليه أنه صادفه من قبل. كانت المرأة الواقفة عند بائع الطماطم تشبه عزيزة شقيقة لمياء. لم يكن لديه من سبيل للتأكد من ذلك سوى تتبعها. كانت معها امرأة أخرى في مثل سنها. في النهاية هو لم يأتي إلى مراكش إلا بحثا عن لمياء، يريد أن يعرف الحقيقة، كل الحقيقة حول موت شقيقه. لما فرغت المرأتان من التسوق غادرتا سوق الجملة. في مكان غير بعيد من مدخل السوق كانت تنتظرهما امرأة وضعت على وجهها برقعا ونظارات سوداء. كانت ترتدي جلبابا فضفاضا يزيد عن مقاسها. لم يكن في الأمر ما يثير الانتباه، ولكن لدى عبد المولى كل ما يبرر له الظن والشك. تحاشى المرور أمامها، توقف أمام الصيدلية، لاحظ أن ذات البرقع والنظارات السوداء لا تكف عن الالتفات. يتساءل، هل تكون هي؟ هل رأته؟ لا يريد أن يستبق الأحداث. تحركت النسوة الثلاث، أراد أن يتبعهن، وحتى لا يثير الانتباه خاطر بترك مسافة بعيدة بينه وبينهن. كنا تتمشين متثاقلات، من حين إلى آخر تتوقفن وتنخرطن في أحاديث لا تنتهي. كانت ذات اللثام تمسح الشارع بنظراتها. انتهت رحلتهن إلى منزل في طريق متفرعة عن طريق آسفي.
كانت المرأة التي رآها مع تلك التي تشبه عزيزة قد تركتهما منذ قليل، وحتى يقطع الشك باليقين ويتثبت من أنه منزل عزيزة، نادى على طفل كان مارا من هناك، سأله أين هو منزل عزيزة؟ نظر إليه الولد مبتسما وبلا تردد أشار إلى المنزل الذي دخلته المرأتان. تراجع عن الزقاق إلى مقهى غير بعيد، هل يطرق الباب ويمسك بها؟ هل يبلغ الشرطة؟ وأين ذاك الذي قال حارس السيارات إنه كان معها؟ الآن فقط وعى بثقل ما هو مقدم عليه. كان الضابط المشرف على التحقيق في موت أحمد الكريمي قد أعطى عبد المولى رقما هاتفيا للاتصال به إن جد لديه جديد. اتصل به وأبلغه بما وصل إليه، وقد نصحه الضابط بالاتصال بأقرب مركز للشرطة والإبلاغ عنها. لم يكن معه أي وثيقة تفيد البحث عن المرأة. تردد قليلا ثم سعى إلى مفوضية الشرطة، أحيل على ضابط مكلف بالشكايات، حكى له قصة موت أخيه واختفاء زوجته، وأبلغه بأنه تقفى أثرها من أجدير إلى مراكش، وتأكد الآن من أنها موجودة في منزل أخت لها. تم التنسيق مع الشرطة القضائية في أجدير، وتم التأكد من أن المرأة مبحوث عنها في إطار التحقيق حول الوفاة الغامضة لزوجها. لما طرق باب منزل عزيزة رجل أمن كان برفقته مع عبد المولى خرجت إليهما. أنكرت وجود لمياء، لم تنتبه إلى أنها كانت من ورائها تستكشف من يبحث عنها. رآها عبد المولى فقال ها هي، وقد فاجأته بأن خرجت إليهم. قالت له على مرأى ومسمع من رجلي الشرطة ما الذي تريده مني؟ من قتل أخي؟ لم تجبه، نظرت إليه مطولا ثم انهارت. كانت فاقدة كل وعي لما نقلت إلى المستشفى، أمضت بقية اليوم هناك، ولما استعادت وعيها تم الاستماع إليها. قالت إنها غادرت بيتها بعد خلاف مع زوجها، وقد تعمدت المجيء إلى مراكش عند شقيقتها لأمها لأنها كانت تعلم أنه سيبحث عنها في منزل والديها. قالت إن خلافاتهما تفاقمت في المدة الأخيرة، وإنها كانت تشك في كونه يقيم علاقة غرامية مع امرأة أخرى. نفت أن يكون رافقها أحد أثناء خروجها من البيت كما زعم حارس السيارات. كانت نتائج التشريح قد رجحت أن يكون أحمد مات بسكتة قلبية نتيجة صدمة نفسية، لعله لم يتقبل هروبها. قناة تمودا باي.